نحاول نخلص بسرعة علشان اجتماعكم ما تتأخروش. هجاوب بعض أسئلة بسيطة. واحد بيقول إن إذا كان قايين قد تزوج امرأة، من هي هذه المرأة ولماذا لم يذكر في الكتاب شيء عن ولادتها؟ وإذا كانت أخت له من آدم وحواء، فهذا يعني أن أبوين آدم وحواء ممكن أن يكون لهم أبناء آخرون؟ طبعا الكتاب المقدس ذكر أسماء الأولاد فقط وما ذكرش أولاد البنات، على الأقل في الإصحاحات الأولى. فطبعا قايين كان له امرأة وتزوج وكانت أخته، لأن في الأول كان ممكن، أمال هيجيبوا عيال منين؟ ومن نسله أيضا لامك اللي تزوج امرأتين. النساء كتير كانوا موجودين بس لم يذكروا في الكتاب المقدس لغاية بعدين بقى لما ابتدوا يذكروه. واحد بيقول أنا أقرأ الكتاب المقدس بطريقة الإنجيل في الكنيسة، يعني أقراه ملحن. إذا كنت بتستفيد من كده ما فيش مانع، ما دام في حجرتك الخاصة ما فيش مانع. واحد بيقول قال الكتاب صراحة اخلع عليك لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة والكنيسة أرض مقدسة، لماذا ندخلها لابسين الأحذية ولماذا لا نحترم قدسيتها؟ احنا اكتفينا بالهيكل على اعتبار انه هو قدس الاقداس اللي موجود في الكنيسة، ولذلك احنا ما في تدشين الكنائس بنحرص على تدشين الهيكل فقط ومسحه بالميرون. لكن تصوروا اجتماع زي اجتماعكم ده فيه عدد من الالاف من الناس، دول لو خلعوا احذيتهم دول هيعملوا لنا كركبة خارج الكنيسة. ده بنجد صعوبة حتى بالنسبة للمتناولين والمتناولات، ممكن نبقى نعمل دواليب وصناديق وكل واحد وواحدة يخلع حذائه قبل ما يخش يبقى ياخد نمرة الصندوق. حاليا دلوقتي بنخلي المناولة بره حتى بره الهيكل. واحد بيقول أقرأ كثيرا كلمة تنبأ، فهل يقصد الكتاب بتلك الكلمة عظة أم نزول وحي؟ وبيسأل عن شاول لما تنبأ. في الحقيقة إن كلمة النبوءة بالنسبة للعبرانية وجاية من كلمة نبأ، نبأ يعني خبر، أو ممكن معنى عظة ممكن. ولذلك برنابة سموه ابن الوعظ على اعتبار بر بالعبراني يعني ابن، برنابة يعني ابن الوعظ، وبالسريان زي برسومة برسوم برسومة يعني ابن الصوم. فكلمة نبأ هنا أحيانا بتستخدم في اللغة العبرانية بمعنى عظة أو بمعنى نبوءة. النبوءة يعني يأتي بنبأ غير معروف ولا يمكن استنتاجه بالطرق العادية، يعني ما يجيش واحد يقول النهار الساعة 7 دلوقتي 7:24 يقول إن شاء الله بعد 12 ساعة ستشرق الشمس، وفعلا بعد 12 ساعة تشرق الشمس يبقى تنبأ؟ لا، النبوءة أن يقول خبر لا يمكن استنتاجه لا بالفراسة ولا بالذكاء ولا ولا حاجة. فيتنبأ بمعنى نبوءة الإخبار بشيء يأتي في المستقبل لا يمكن استنتاجه، وأيضا بمعنى عظة ممكن باللغة العهد القديم. أما شاول فتنبأ فعلا،
لكن ساعة ما تنبأ كان حل عليه روح الله، يعني حلول روح الله عليه كان في صمويل الأول 10، وبرضو ذكر بعد كده انه تنبأ لما حل عليه روح الله. اما لما فارقوا روح الله فخلاص. واحد بيقول هل يجوز اني اغسل فمي واتمضمض يوم الاثنين صباحا اذا تناولت يوم الاحد ام خطأ؟ ما دام مر يوم خلاص. هل يجوز لي التناول اذا حدث لي عارض ليل وقمت بغسل جسدي؟ لا مش صح، مش صح. ينبغي ان تتقدم للتناول طاهرا جسدا وروحا. هل للشماس دور كما للكاهن في تقديس سر الإفخارستية وحلول الروح القدس ام لا؟ وان كان نعم فما هو دوره، وان لم يكن فما فائدة ما يقوم به؟ طبعا ليس له دور في هذا الامر. تقديس الاسرار من اختصاص الكاهن فقط وليس الشماس. اما الشماس فله ثلاثة أدوار في خدمة القداس. الدور الأول هو تنبيه الشعب إلى الصلوات، تنبيه الشعب إلى الصلوات. فالكاهن بيصلي والشماس ينبه الشعب والشعب يرد ويشترك. والدور الثاني للشماس هو خدمة الكاهن، عشان كده شماس زي ما قلنا جاية إما من الكلمة الهيروغليفية شمس يعني تابع، وإما من الكلمة القبطية شمشي يعني خادم. فهو بيخدم الكاهن، يجيب له الشرية، يجيب له المية، يغسل إيديه، يجيب له الفوطة، يقف جنبه إلى آخره. فبيبقى دوره خدمة الكاهن، يمسك شمعة قصاده ساعة قراية الإنجيل إلى آخره. الدور الثالث بتاعه إن هو يشترك كشاهد على تقديس الأسرار. ولذلك بعد ما الكاهن يقول أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير، الشماس يقول نفس الوضع، وعلى فم شاهدين أو أكثر تقوم كل كلمة. فهو بيشهد على تحول الأسرار وتقديسها، وبيخدم الكاهن. وأيضا ينبه الشعب. وأيضا الشماس ممكن يكون له دور في قراءة الكتب المقدسة في الكنيسة والرسائل. أدي دور. واحد بيقول حصلت على حكم كنسي ببطلان الزواج وأعطيت تصريحا بالزواج مرة أخرى. لازم التصريح يكون من المجلس الإكليريكي مش من أي حد. بيقول فهل هذا يعتبر بالنسبة لي الزواج رقم 2 أم يعتبر الزواج الأول، على اعتبار أن الزواج في الحالة الأولى كان باطلا؟ لا، احنا بنجوزك على اعتبار انك انت بكر اذا كان الزواج الاول حكم ببطلانه، فتعتبر بكر. لكن اتجوزت تاني مرة، الجواز جواز باطل وجواز صحيح. فمن جهة اللغة والزواج اتجوزت مرتين، ومن جهة البكورية اتجوزت كبكر. بس التفاصيل تحدد معنى الإجابة بالضبط. يعني واحدة بعت جواب ممكن أبقى أنا أقرأ لك التحليل لو تقولي أنا اللي بعت لك الجواب. سؤال: هل يعاقب الله الإنسان لكونه إنه خاطئ أو بعيد عنه في حياته على الأرض
يعاقبوا مثلا بالمرض أو بالضيق أو بالتجارب المتعددة أو قسوة الظروف المحيطة به، أم هذه من وحي خيال وتهيؤات الإنسان الشخصي؟ في الحقيقة كل خطية لها عقوبتان، عقوبة في السماء وعقوبة على الأرض، ولكن من أجل رحمة ربنا بيخلي بعض الخطايا لها عقوبة على الأرض، مش كل الخطايا لها عقوبة على الأرض. زي ما بيقول داود النبي: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة. فكل إنسان بيخطئ كل يوم، لو على كل خطية ياخد عقوبة تبقى حياته عقوبات لا تنتهي. لكن ربنا بين الحين والآخر، بين الحين والآخر بيسمح بعقوبة على الأرض علشان الإنسان يتنبه. لاحظوا من ضمن العقوبات الأرضية ما قيل لآدم بعد الخطية: بعرق جبينك تأكل خبزك، وما قيل للمرأة: بالوجع تحبلين وتلدين أولادك. هي عقوبة أرضية ما زالت موجودة. وممكن أن العقوبات الأرضية تكون على أنواع كثيرة جدا، إما عقوبات من القانون زي واحد يرتكب جرم يعاقب بالسجن أو بالحبس أو بالإعدام إلى آخره، دي عقوبة من القانون. وفي عقوبة أرضية من المجتمع، من المجتمع يعني إنسان سمعته تسوء في المجتمع نتيجة لتصرفاته الخاطئة. وإما عقوبة أرضية زي المرض، زي المرض. وفي أمراض كثيرة جدا بتيجي نتيجة الخطية، مفيش داعي إن احنا نحكي عليها واحدة واحدة. لكن على الأقل في حاجات عادية طبيعية، زي واحد كثير النرفزة، كثير التعب والغيظ، يحصل له تعب في أعصابه، أو مرض في أعصابه، أو ضغط دم أو سكر، ده ساعات تيجي قرحة في المعدة. فالإنسان اللي عديم الاحتمال وبيجيله كده ممكن يجيله مرض. فمن ضمن العقوبات الأرضية عقوبة القانون المدني، عقوبة السمعة، عقوبة الأمراض. العقوبة الطبيعية التي من طبيعة الخطية، زي تلميذ يكون كسلان والكسل دي خطية برضو، فتكون نتيجته أنه يسقط، والسقوط ده عقوبة أرضية من طبيعة الخطية. حاجات من طبيعة الخطية. وجايز ضربة من ربنا أو ضيق، ممكن بيحصل كتير، زي عقوبة داود واضحة، زي عقوبة سليمان، زي ربنا يسمح إن الإنسان يفشل في حياته فالفشل يكون من غضب ربنا، أو جايز يصاب بمرض يكون من غضب ربنا، أو يصاب بتجربة تكون من غضب ربنا، جايز. ففي عقوبات أرضية كثيرة وليست من خيال الإنسان، لكن مش كل خطية ليها عقوبة أرضية. واحد بيقول: إيه رأيك في كتاب الحياة؟ أنا شخصيا لا أميل إلى هذه الترجمة إطلاقا، ولما بتجيني ما بمضيش عليها. احنا مش ناقصين تراجم وكل واحد على كيفه يقول لنا كلمتين. واحدة بتقول: انا آنسة في السن 20 من عمري، مخطوبة لشخص غير ارثوذكسي مقيم حاليا في فرنسا، وانا ارثوذكسي. طب وايه اللي يخليكي
تتخب الواحد مش من مذهبك. ده على رأي المثل من شروط المرافقة الموافقة. انت مثلا تصومي وهو ما عندوش صيام، تصومي الاربع والجمعة وهو ملهوش دعوة بالاربع والجمعة، تصلي الأجبية وهو ما عندوش صلاة، تروح أداديس وهو ما عندوش أداديس، تربي عيالك ازاي وهو يربي عياله ازاي؟ شغلانة. ساعات البنات اهو اي واحد يجي لهم يقولوا احسن من ما فيش، وجايز ما فيش يكون احسن. معرض الكتب مفتوح تحت للي يحب يتفرج، ومعرض متحف حبيب جرجس مفتوح أيضا طوال فترة الاحتفال، ويستقبلهم القس أنطونيوس إيليا. وبكرة إن شاء الله افتتاح معهد الرعاية 11 صباحا، عايزين بس طلبة المعهد هم اللي يخشوا، ما نبصش نلاقي فلانة وعلانة حشروا نفسهم في موضوع هم ما لهمش دخل فيه. مقصود الرعاية دي علشان الأسوس. المكان هيكون في المدرج اللي عندي في المقر البابوي، وإذا زاد العدد هيخش في القاعة اللي بندرس فيها كليركية. وأرجو محدش يخش إلا معاه بطاقة من الإكليركية لغاية لما يتعمل لكم حاجات شخصية لدي. والآباء الكهنة اللي ممكن ينتسبوا إلى المعهد ما فيش مانع. الإله الواحد آمين. عايز أكلمكم عن نقطتين، نقطة منهم موضوع روح صغير، والنقطة الثانية تكملة سيرة يعقوب أبي الآباء. الموضوع هو الغيرة التي ليست حسب المعرفة. بولس الرسول بيتكلم عن اليهود، بيقول في رومية 10:3: أشهد أن لهم غيرة ولكن ليس حسب المعرفة. ولذلك نفرق بين الغيرة المقدسة والغيرة الخاطئة. الغيرة الخاطئة
إما إنها تكون خاطئة في السبب أو إنها تكون خاطئة في الوسيلة. خاطئة في السبب زي مثلا إنسان يكون عنده غيرة عن جهل، فاكر إن الحكاية دي غلط ويقوم ويقعد ويبذل كل جهده وكل أعصابه وكل نفسيته عن حاجة مش مظبوطة عن جهل. ولذلك قيل في المثل الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا، يعني ممكن أنهم يعادوا حاجة هم يجهلوها. من أمثلة الذين وقعوا في الغيرة التي عن جهل شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول، بيقول في فيليبي 3:6: من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، وقال وكنت، بيقول لليهود، وكنت غيورا لله كما أنتم، فاضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما إلى السجن رجالا ونساء. حتى قبيل أن يظهر له المسيح مباشرة كان واخد رسائل علشان يسجن بيها ناس وهو في طريق دمشق، وكان بيضطهد الكنيسة عن جهل، كان فاكر ان الناس دول غلط وقعد يضطهدهم عن جهل. دي في أعمال 22:3-4، وفي رسالته الأولى إلى تيموثاوس 1:13 بيقول: أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل. يعني كان بيتصرف بجهل، فاكر أن الطريق ده غلط فبقى يقبض على الناس ويرمي في السجن من المسيحيين الأول قبل أن يصير هو مسيحيا عن جهل. ولذلك لما استنار بعقله بدأ يسير عكسيا في طريق مضاد، مبشرا وكارزا بكلمة الله، وصار من أعمدة المسيحية الأولى، وتغير اسمه من شاول إلى بولس، وقال في غلاطيا 1:14: كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي، في التقاليد يعني. فغيرة عن جهل ليس حسب المعرفة. ما يجيش واحد يقول محبة الله التي في قلبي، محبة الحق التي في قلبي، جايز ما يكونش هو الحق اللي في قلبه، جايز يكون عن طريق جهل. من الذين أخطأوا في الغيرة عن طريق الوسيلة بطرس الرسول. بطرس الرسول حينما قبض على المسيح أخرج سيفه من غمده، السيف ده اللي كانوا بيذبحوا بيه خروف الفصح وبيقطعوا بيه اللحم والحاجات دي، كان موجود لسه في غمده وبيدافع عن المسيح، وضرب بالسيف قطع أذن عبد رئيس الكهنة. فالسيد المسيح قال له: رد سيفك إلى غمده، لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. قال له: يا حبيبي دي مش الطريقة بتاعتنا،
مش الغيرة بتاعتك توقعك في العنف وتخليك تستخدم سيف. رد سيفك لغمده. الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. فكانت الغيرة بتاعته بطريقة خاطئة. والمسيح شفى ذلك العبد وعالج له أذن. من الذين أخطأوا في غيرتهم أيضا يعقوب ويوحنا. حينما ذهب السيد المسيح إلى مدينة من السامرة ورفضت أن تفتح أبوابها له، بل أغلقت أبوابها في وجهه، تحمس يعقوب ويوحنا وقالوا له: أتشاء أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة؟ يعني الوسيلة غلط. ناس قفلوا أبوابهم في وجوههم، يبقى تنزل نار من السماء تخطهم؟ فرد عليهم السيد المسيح وقال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. أنا مش جاي علشان أدين هؤلاء الناس. فيما بعد السيد المسيح استطاع أن يجذب إليه أهل السامرة وقال لتلاميذه: آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. فدي غيرة، لكن الوسيلة بتاعتها غلط، زي وسيلة بطرس، زي وسيلة يوحنا ويعقوب. في غيرة أخرى فيها خطية من جوه، في حكاية السبعين شيخ اللي ربنا قال لموسى يجيبهم علشان يساعدوه، وقال له: آخذ من الروح التي عليك وأضع عليهم. فتنبأوا، وبعض من الناس تنبأوا. فاللي حدث إن يشوع بص لقى اتنين، واحد اسمه إلداد والتاني ميداد، بيتنبأوا، فمنح. عايز محدش يتنبأ إلا معلمه موسى النبي، وانتهرهم من الغيرة اللي عنده. فموسى النبي قال له: أتغار لي يا يشوع؟ يا ليت إن جميع شعب الله يتنبؤون إذا حل روح الله عليهم. غيرة خاطئة إنه بينتهر أي واحد يتنبأ إلى جوار معلمه موسى. ففي ناس بيخطئوا في السبب، وناس بيخطئوا في الوسيلة باسم الغيرة، ولكنها ليست غيرة مقدسة لله. كما حدث من بولس الرسول حينما كان شاول الطرسوسي، هكذا حدث ضده أيضا. نقرأ في أعمال 23:12 إن أكثر من 40 رجلا من اليهود حرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. ده إيه ده؟ من الغيرة اللي عندهم، لكنها ليست غيرة مقدسة. قالوا: لا هناكل ولا نشرب لغاية لما نقتل بولس. طبعا ما تقتلش بولس، انا ما اعرفش جرى لهم ايه، دول رجعوا في كلامهم ولا ماتوا. المهم ان فاكرين ان الغيره بتاعتهم ان يقتلوا بولس غير. واحد بيفتكر ان ده عمل صالح، زي ما قال السيد المسيح: تأتي ساعة
يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، في يوحنا 16:2، يعني من الغيرة اللي عنده أنه بيفتكر أنه بيعمل عمل صالح. لكن ليست كل غيرة دينية هي غيرة مقدسة. لما ابتدأ تلاميذ المسيح يبشرون، قيل في أعمال 5:17، قام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة ووضعوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. افتكروا أنهم دي غيرة، إن واحد بينادي بأفكار غير أفكارهم ياخدوه ويرموه في الحبس. وفي أعمال 13:45 يقول: فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. وفي أعمال 17:5-7 فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أعمال السوء وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروا بولس وسيلة إلى الشعب، وقالوا إنهم يعملون ضد أحكام قيصر وينادوا بشخص اسمه يسوع ملك. كلها أنواع من الغيرة غير المقدسة التي لا يوافق الله عليه، وصاحبها بيظن إنه ماشي صح وهو بيكون ماشي غلط. من أمثلة ذلك ما كان يفعله الكتبة والفريسيون وهم يظنون أنهم يدافعون عن ناموس موسى وعن تقاليد الآباء، وكانوا يضطهدون المسيح وتلاميذ المسيح. برضو كانوا بيشتغلوا عن جهل. فيما بعد كان عن سوء نية، لكن كانوا يظنون ان لهم غيرة على الناموس والوصايا والتقاليد. حتى حينما هيجوا الشعب لكي يصلبوا المسيح كانوا يظنون انهم يفعلون فعلا حسنا وانه ينبغي ان يموت واحد عن الشعب كله. نوع من أنواع الغيرة الخاطئة التي يظن فيها الإنسان أنه يغار للحق أو يغار لما يظن أنه حق، وقد يكون زيفا أو باطلا، ويتحمس حماس شديد ويقع في أخطاء كثيرة. هذه الغيرة الخاطئة يتحدث عنها القديس يعقوب الرسول في الإصحاح الثالث من رسالته، فيقول من آية 13: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. يعني اللي الغيرة بتاعتهم بتقود إلى التحزب وإلى التشويش وإلى كل أمر رديء تبقى غيرة ليست من الله، إنما هي غيرة شيطانية نفسانية
ليست من فوق، اللي فيها تحسن. ربنا يريد أن تكون لنا غير مقدسة، ولذلك الكتاب يقول إن حسنة هي الغيرة في الحسن، يعني الغيرة في شيء طيب في حق وليست في باطل. ولهذا ينبغي أن يفرق كل إنسان عن الدوافع التي تدفعه إلى ما يسميه غيرة. هل هي دوافع إلهية تماما أم دوافع شخصية أم دوافع نتيجة نفسية مريضة أو دوافع نتيجة تصديق كلام ناس أو شائعات؟ يبحث ما هو الدافع إلى الغيرة، إن كان الدافع هو الله نفسه، وإن كان الدافع هو الحق خالصا، وإن كان الدافع بعيدا عن كل شيء شخصي ومن أجل مجد الله وبوسيلة طيبة وحسنة، يبقى هي دي الغيرة المقدسة. من جهة الغيرة المقدسة، أنا نشرت لكم كتابا عنوانه الغيرة المقدسة، فما فيش داعي ان احنا نتكلم عليها، لكن احنا بنتكلم عن الغيرة الخاطئة التي ليست من الله، سواء في سببها او في وسيلتها. أكتفي بهذا وأرجع إلى موضوع يعقوب أبي الآباء اللي كنت كلمتكم عليه، وعايز أكمل لكم الكلام. يعقوب كانت له أخطاء، من ضمن أخطائه الاعتماد على الذراع البشري، يعني أراد أن يأخذ البكورية من أخيه، فانتهز فرصة إن أخاه جوعان ومعية ومتعب، فانتهزها فرصة. طبعا دي ضد المحبة الأخوية وضد مساعدة الآخرين، وتدل على حيلة وانتهاز الفرص. طبعا لو كان عيسو في قوته كان خلص عليه، لكن هو انتهز فرصة ان عيسو كان تعبان ساعتها ومجهد ومعي. كمان الطريقة اللي اخذها في البركة بخداع ابيه كانت طريقة بالزراع بشري ومش مظبوطة، وكانت بمساعدة امه رفقة اللي قال لها حسن تصبني لعنة، قالت له لعنتك علي ما تخافش، وأمه رفقة هي التي ساعدته على هذا الخداع، بركة صلواتها تكون معنا آمين. وطبعا أخذ مجازاته على كده. وطريقة الخداع برضو في حكاية الغنم واللي يتولدوا والمخططة والوحم وغيره، القصة اللي معروفة دي برضو تدل على الزراع البشري اللي موجود، لكن ربنا ما سابوش، قال أخده وصنفره ووضبه واشتغل به. ليس المهم بدائاته الخاطئة، إنما ما ينتهي إليه. وأيضا كان من عيوبه الخوف الشديد والضعف وقلة الحيلة، ودي ظهرت قصاد عيسو. في الحقيقة في عبارة وقفت قصادي عجيبة شوية. هو كان توأم، يعقوب وعيسو كانوا توأمين، وقبل الولادة بيقول الكتاب إن تزاحم الطفلان في بطنه،
كل واحد عايز يخرج الاول، تزاحم الطفلان في طفل. الواحد يفهم ان التزاحم ده يكون بين الناس الكبار يزاحموا بعض، لكن حتى الاجنه اللي جوه بيتزاحموا، دي حاجه عجيبه. وبعدين نقول للاطفال ملائكه، وهو ليهم اخطائهم برضو الاطفال. وفضل هذا التزاحم بين عيسو ويعقوب طول العمر، حتى تزاحموا في الولاده. يظهر ان عيسى كان التوأم الاقوى، ركن يعقوب شويه وسبقه وطلع الاول، طلع الاول ويعقوب مسك في عقبه، عشان كده سموه يعقوب. يعني برضو التاني ما سابوش، مش قال له طب اخرج، لا، مسك في عقبه وفضل ماسك في عقبه طول حياته. عيسو كان صيادا، رجل سهام ونبال قوي وشديد. اذا كان بيقتل وحوش، امال يطلع يعقوب الضعيف ده قصاده ايه؟ جامد. ويعقوب قال عليه الكتاب انه كان رجلا كاملا يسكن الخيام. طبعا كلمه كامل يعني كامل نسبيا، لأن الكمال المطلق لله وحده. صدقونا ربنا طيب اللي يقول عن الراجل ده راجل كامل الى جوار كل ده. يسكن الخيام، الظاهر ان هو كان يسكن الخيام ويقعد كتير مع امه يعني، ويتعلم منها الطبيخ، عشان كده طبخ عدس واشتهاه عيسو منه. العدس ده تعلمه من امه طبعا وهو قاعد جنبها، عشان كده رفقه كانت بتحب يعقوب اللي بيقعد جنبها ويساعدها في الطبيخ، واتعلم منها. قبل ما تولدهم ربنا قال لها في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد للصغير. عجيب إن ما قالهاش في بطنك طفلان، قال لها في بطنك أمتان، لأن كل واحد منهم صار أمة، صار شعبا. يعقوب صار أبا للأسباط الاثني عشر وصار أمة، وعيسو صار أبا للأدوميين، كل بنو أدوم من أولاد عيسو، وكانوا ساعات الاثنين يخبطوا في بعض. في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير. لذلك لا نستهين أبدا بالطفل، جايز الطفل ده يبقى عيلة كبيرة، جايز الطفل ده يبقى أمة، يبقى قبيلة، احنا ايه اللي عرفنا؟ فالاهتمام بالطفل هو اهتمام به وبكل من يأتي من نسله فيما بعد. في الحقيقة في قصة يعقوب وعيسو، نجد الخلاف العائلي موجود، الأب بيحب عيسو، راجل جامد وقوي وبتاع صيد، والأم بتحب يعقوب اللي قاعد جنبها في الخيمة. وكل واحد من الاثنين عايز الابن اللي بيحبه يبقى هو كبير العائلة فيما بعد، يعني هو اللي ياخد البركة وهو اللي ياخد البكورية وهو اللي يخلف أباه. وربنا كانت له إرادته، ربنا كان عايز هذا الصغير هو الذي يسود،
اللي هو يعقوب. كون انه يتولد متأخر معلش، ربنا ساعات بياخد الصغار واللي في الآخر ويحطهم في المقدمة، ياما بيحصل كده. داود كان أصغر إخوته وربنا سمح أنه يتولد في الآخر، لكن ربنا فضله على كل إخوته. أدونيا كان الأخ الأكبر لسليمان، وسليمان اتولد بعد منه، لكن ربنا أراد أن سليمان هو اللي ياخد الميراث لأبيه. هارون كان أكبر من موسى، لكن ربنا أراد أن موسى الأصغر هو اللي ياخد النبوة. شاول جاء ملكا قبل داود، لكن ربنا أراد أن داود يكون أعظم من شاول، وشاول رفض. فما يهمش الواحد يجي إمتى ولا يكون صغير أو كبير، لكن المهم اختيار الله. الوالدان يعقوب ورفقة اختلفا في تربية الأولاد، اختلفوا من جهة المحبة، كل واحد منهم بيحب واحد على كيفه، واختلفوا في مين يأخذ البركة. البكر اللي اتولد في الأول على حسب رأي إسحاق، ولا صاحب الوعد الإلهي حسب رأي رفقة؟ الأب في إيده البركة، هو اللي هيدي البركة، من فمه تخرج. ولكن الأم في يدها الحيلة، هي اللي هتشتغل، وبقى في صراع بين الاثنين، مين اللي هينفع، الأب ولا الأم؟ وهنا نرى سلطان الأبوة، إن اللي بيباركه الأب هو الذي يبارك، والذي يلعنه الأب هو الذي يلعن. نوح لما لعن كنعان فضل كنعان على طول ملعون. البركة اللي أخذها يعقوب من إسحاق فضلت على طول، لأن البركة التي كانت تخرج من فم إسحاق كانت تخرج من فم الله، ليس منه هو بس، لكن من فم الله. يعقوب مثلا لما بارك إفرايم أكثر من منسة، مع أن إفرايم كان الأصغر، بقي إفرايم هو المبارك وهو صاحب شعب كبير أكبر كثير من منسة. كان الابن الذي يبارك هو الذي يخرج منه الكهنوت ويخرج منه المسيح، دي المهم. إسحاق كان عجز في السن لما اتجوز رفقة، كان عمره 60 سنة، لما خلف العيال دول كان عمره 60، لما كبروا وبقوا يعرفوا يخرج يصيد يعيشوا، يعني على الأقل بقى عمره 80، ضعف وبصره ما بقاش مظبوط، وبقى راجل عجوز وراجل ضرير، لكن مع ذلك هو الأب. بيقول إيه حدث في إصحاح 27، حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له ها أنا ذا، فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتي بها إلي لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. يسهر دي نقطة الضعف اللي عند إسحاق، إنه كان يحب الأكل الطيب
وقال له روح تصيد لي صيدة وتجيبها لي أكلها وتباركك نفسي قبل أن أموت. هو لم يرد أن يموت شبعان أياما فقط، وإنما أيضا أن يكون شبعانا من الجدي اللي هيصيدهول. ورفقة كانت تعرف الحكاية دي، وكانت تعرف إيه نوع الأكلة اللي يحبها إسحاق، فسمعت الكلام بيقول، وكانت رفقة سمعت الكلام وبعدين قالت ليعقوب الآن اسمع لقولي فيما أمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من الماعز فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب. أصعمها الطب صح، الستات دول مش سهلين. عارفة إيه اللي يعجب الراجل؟ فقالت له روح وهات وأنا هطبخ الطبخة اللي يحبها أبوك، وتوكله أكلة كويسة وتخليه ياخد يديك البركة. هو خاف، قال لها أحسن يكتشف الأمر فأخد لعنة مش أخد بركة. شوفوا هنا غلطة يعقوب في دي، إن ما كانش خايف من إنه يرتكب خطية، هو خايف من إن الخطية تكتشف ونتائجها تبقى كويسة. في ناس كتير بالشكل ده، لا يهمهم الصلاح والقداسة في حد ذاتها، وما يهمهمش إنهم يغلطوا، لكن كل اللي يهمهم إن الغلط لا يكتشف ولا تكون نتيجته سيئة. فقال لها أنا خايف لا تتكشف الحكاية وبعدين آخد لعنة لا بركة. قلت له ما تخافش لعنتك علي. قلت له ما تخافش معاك راجل، اللي هي رفقة. لكن مع ذلك كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى الخديعة اللي فكرت فيها رفقة، حتى الحيلة اللي فكرت فيها رفقة، ربنا يستطيع أن يخرج من الجافي حلاوة، وممكن أنه يخلي كل الأمور تعمل معا للخير. أنا متهيأ لساعة تقدم يعقوب إلى أبيه بعد ما كان عيسو مشعر، فهي لبسته شعر الجدي ده، يعني خلته مشعر زي أخوه، وحطت في إيديه وفي رقبته، أبوه يجسه يلاقيه مشعر، ده جسم عيسو مظبوط، لكن الصوت صوت يعقوب. أول ما تقدم يعقوب متهيألي كان قلبه في رجليه، يا ترى هيجرى إيه؟ لكن يظهر إن حاسة اللمس عند إسحاق كانت أقوى من حاسة الشم. والمهم باركه، جسوا وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه. وقال له هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال له أنا هو. وقال له تقدم وقبلني يا ابني، فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. يعقوب بيقول له أنا بكرك عيسو. هي خديعة طبعا، لكن لعل يعقوب افتكر إنه مادام اشترى البكورية اشترى شخصية عيسو بحالها، ما هو البكر. لكن طبعا كان عارف إنه بيكذب، مهما حاول انه يبررها انه اشترى البكر ببكوريته. صعب واحد يخدع اباه. خديعة الاب هذه ظلت معه طول حياته، ظلت معه طول حياته. خدعه لابان حينما زوجه لي بدلا من رحيل، وخدعه في أجرته
وغير أجرته 10 مرات وخدعه أولاده حينما أخذوا قميص يوسف وسكبوا عليه دما وقالوا له يوسف افترسه وحش رضيع. عاش تعبان، مش ممكن أبدا أي ابن يقف ضد أبيه أو ضد أمه ويأخذ بركة في حياته. الكتاب بيقول العين المحتقرة لأبيها والمزدرية بأمها تقورها غربان الوادي. هو صحيح أخذ بركة وأخذ بكورية، لكن أخذ تعب. رفقة كان عندها الوعد الإلهي، في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير. فقالت ربنا يبقى عايز يعقوب، لكن لجأت إلى وسيلة خاطئة ولجأت إلى وسيلة الخداع. ولو ما كانتش عملت كده ربنا كان هيدبر بركة يعقوب بأي طريقة إلهية، بأي طريقة. لكن هي استعجلت ولجأت إلى وسيلة خاطئة. عيسو لم يكن مستحقا، أولا لم يكن أمينا نحو نفسه لأنه باع بكوريته وباعها بأكلة عدس. ده ينطبق عليه ما قاله بولس الرسول: إلههم بطنهم وفخرهم في خزيه. ولم يكن أمينا نحو الله لأنه باع البكورية التي يأتي منها الكهنوت ويأتي منها المسيح ويأتي منها الخلاص. ولم يكن أمينا نحو أخيه لأنه لما باع له البكورية قال له احلف لي، فحلف له ودخل معه في اتفاق وعهد، مش أصول يرجع فيه ويجي يطلب البركة مرة تانية. وكانت البكورية تحمل البركة من ضمن. ولما حلف له معناه أنه أشهد الله على هذا الأمر، يعني ربنا شاهد على الاتفاق اللي بيني وبينك. وقيل إن عيسو كان زانيا ومستبيحا، وعيسو أيضا تزوج من بنات بني حفر وصارت زوجتاه مرارة قلب لإسحاق ورفقة. ربنا كان عارف إنه إنسان مش تمام، وأيضا كان إنسانا قاسيا، لأن بعد كده قال أقوم وأقتل يعقوب أخي، وكان يعقوب خائفا منه كل الأيام. إيه حكاية طلب التوبة بدموع ولم تعطى له؟ هل تمثل التوبة المتأخرة؟ أنا أعتقد أنه لم يتب، مع أنه بكى بدموع أمام أبيه إسحاق وقال له باركني أنا أيضا يا أبي، هل لك بركة واحدة؟ باركني أنا أيضا، ورفع صوته وبكى. هو بكى غيظا وحقدا وتعبا، ولم يكن الأمر توبة، لأن بعد كده قال أقوم وأقتل يعقوب أخي. مش كل بكاء دليل على التوبة، في إنسان بيبكي ليس توبة، إنما بيبكي من الحقد اللي جواه، من الغيظ اللي جوه قلبه، من القهر. مش كل بكاء يدل على التوبة. بكاء التوبة فيه النفس المنسحقة المتذللة أمام الله الشاعرة بخطيتها. كلمة لك بركة واحدة تدل على جهل أيضا. ليه بقى؟
لأن البركة معناها يجي منه المسيح، لا يجي من ده لمن ده، ما هو مستحيل يجي من الاثنين، فتدل على جهل أو تدل على إنه فاكر البركة حاجة مادية فقط مش حاجة روحية. قال له يا ابني أنا باركت أخوه وعضدته نعم ويكون مباركة. ليه ما زعلش إسحاق؟ هو أول ما جه لقى عيسو وقاله تاني وقال له أنا بكرك عيسو. الله، أمال مين اللي جه قبل كده وخد البركة؟ بيقول فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، لعله في هذه اللحظة افتكر النبوءة القديمة قبل الحبل بهما، في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير. عشان كده قال له نعم ويكون مباركا. بركات الله بلا ندامة لا يسحبها أبدا. طب باركني، قال له شوف بسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ويكون حين تجمح أنك تكسر نيره عنك، هتاخد قوة على الأرض، بسيفك تعيش ولأخيك تستعبد. لعل يعقوب قال له بسيفي أعيش، طيب أنا بسيفي أعيش وبسيفي لا أجعله يعيش، أنا أقوم وأقتله. لا، ما ربنا داخل في الوسط، ولما يتدخل الله بينه وبينه ما يقدرش يعمل له حاجة. وتقف الآية التي تقول كل آلة صورت ضدك لا تنجح. اتفضل ننصر. Yeah.